وصل العازف العالمي يني إلى السعودية فجر اليوم، حيث سيحيي 4 حفلات موسيقية في الرياض وجدة. ولدى وصول يني إلى جدة غرد على حسابه في تويتر قائلا: لقد وصلت إلى جدة بعد الساعة 1 فجرا، ولم يأخذني الكثير من الوقت لمحاولة تعلم اللغة العربية. وأرفق يني تغريداته بفيديو وهو يحاول تعلم العربية مع الإعلاميين. المملكة العربية السعودية.